أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن عمق العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية وفضل المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على لبنان يحتمان علينا جميعا بذل كل الجهود للارتقاء بهذه العلاقات إلى المستوى الذي يستحقه الشعبان اللبناني والسعودي. الحريري وخلال استقباله في بيت الوسط وفدا من مجلس الأعمال اللبناني السعودي برئاسة رؤوف أبو زكي قال إن الجميع يعلم مدى الدعم الذي يبديه سمو الأمير محمد بن سلمان لي شخصيا، وفي الواقع فإنه يقوم بدور محوري أيضا لدعم استقرار لبنان السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، لافتا إلى الجهود التي قادها سموه لإنجاح مؤتمر سادر في باريس ومؤتمر روما لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. الحريري الذي تمنى على المجلس تفعيل عمله لتشجيع الاستثمارات واستقطاب المزيد منها وتقوية التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين أثار موضوع تشكيل الحكومة بعد تمني الوفد الإسراع في التشكيل. وعن تشكيل الحكومة تمنى الوفد الإسراع في تشكيل الحكومة وقال أن ذلك فعلا ما هو محتمل وأنه هو داعس بنزين على أعلى سرعة، وبيتأمل أنه يصير في اختيار عناصر تتمتع بالكفاءة حتى تتمكن الحكومة الجديدة من تولي المسؤوليات والقيام بالمشاريع، وخاصة المشاريع المطروحة في إطار سادر واللي راح تكون هي موضع درس وموضع اهتمام سواء من قبل الحكومات أم من قبل القطاع الخاص. وفي بيت الوسط استقبل الرئيس الحريري السفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشارد وعرض معها آخر المستجدات والأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.